مشاهدينا في حفر الباطن حل الرائد ضيفا على الباطن، واستطاع توقيع فوز الأول هذا الموسم وانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي. ربيع أبو شقرة مع كل التفاصيل، نتابع. الباطن على أرضه وبين جمهوره يستضيف أحمر بريدة. بماذا يعوض هورفات هذا الجمهور الذي لم يعرف طعم الفوز منذ بداية الموسم؟ أما بداية هذه المباراة فعرفت ضغطا من قبل الضيوف عبر فوزير والبركاوي وتفارس والشهري على مرمى مشعل هريس الذي تواجد أمامه خمسة مدافعين، إلا أن التسديد على المرمى كان غائبا طيلة هذا الشوط الذي شهد محاولات من الباطن لفك الضغط بقيادة يوسف المزيريب. بعد الاستراحة الفرصة الأخطر في المباراة تأتي من هجوم الرائد وبالتحديد من البركاوي. لمصلحة فريق الرائد التقدم الآن، الكرة خطيرة وهي الكرة الأخطر حتى الآن. تصور، أعطت هذه الكرة زخما للمباراة بين ضيف يحاول فك لحمة دفاع السماوي وبين فريق يمتص كل الهجمات ويلعب بواقعية وعلى تناقضات طريقة الخصم، حتى أنه استطاع إصابة المرمى بهذه الكرة، إنما الراية كانت حاضرة. والكرة قبل ذلك كانت الراية حاضرة في اللقطة الماضية. الباطن لم يستسلم واستمر بالتقدم، وهذه الكرة الثابتة من محمد فريح كادت تعلن عن الهدف الأول. لم يتأخر ذلك كثيرا، ومن كرة ثابتة أخرى أقرب إلى منطقة الجزاء كان لكرة المزيريب الرأسية كلمة الحسم. الرائد قام بردة فعل ولم يقف مكتوف الأيدي، وقدم في غضون دقائق ما لم يقوى عليه طيلة دقائق المباراة، إنما الحارس الصاعد مشعل وقف سدا في وجهه بمعاونة الدفاع لا سيما محمد ناجي. شوف الكماشة الدفاعية، لا جزاء هنا ولا جزاء هناك، وهكذا ناجي يستكمل رقصته الأخيرة مع رفاقه أمام جمهور حفر الباطن. فوز أول لم يأتي إلا كورقة عبور إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ربيع أبو شقرة، صدى الملاعب. تخيل أنه شيء اللي ما فعله الباطن في دوري روشن، تسع جولات يعني خسارة، تعادل واحد، حققوا في أغلى البطولات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. أنا حابة أعرف شو السر أنه اليوم تأهل وراح يواجه الوحدة. هذه طبيعة الكؤوس مثل هذه المباريات، ممكن فريق في الدوري ما يكون موفق، لكن هو لعب على أساس أنه يوصل لهذا المبتغى، أنه يسرق هدف وبعد ذلك يصعد للأدوار التالية. لعب بذكاء، لعب بمنطق، ولعب على قد إمكانيات لاعبينه. صحيح الرائد تحكم فيه، خاصة أنه مع نحن بنعرف أنه هو يعتمد فقط على لاعبين محليين، ما عنده يعني ما عنده أجانب. الأجانب مميزين. فالرائد كان استحواذه أكثر، لكن ما في خطورة على مرمى الباطن إلا بعد ما سجل الباطن الهدف. صارت بعد الفرص لفريق الرائد، لكن طيب، مشعل حارس الباطن أشعل المباراة. طيب شو سبب خسارة الرائد؟ نحن نعي تماما أنه هذا الموسم الرائد مستواه متراجع متذبذب وعليه الكثير من الكلام، لكن تختلف البطولات. نعم، لا مو أتكلم بس على البطولة، حتى يختلف الفرق يعني. الرائد أكثر استعداد، الرائد عنده لاعبين أجانب جيدين. الباطن كما نعرف أنه دخل مسابقة الدوري هو محروم من التسجيل بسبب الكفاءة المالية، ومعظم لاعبيه كما ذكرتي أنت أنه كلهم من المحليين، فبالتالي أعتقد أنه وحتى وضعه في الدوري وضع سيء يعني نقطة. نعم، واحدة يعني دون أي انتصار يذكر في اليوم، دون أي انتصار. فدخل اليوم الرائد، أعتقد الرائد أنه كان عنده شبه ثقة أنه المباراة دي مجرد وقت فقط لا غير، وأكسب أيا كانت النتيجة. لكن تفاجأ بفريق متماسك، تفاجأ بفريق متحمس، تفاجأ بفريق أيضا يلعب بدون ضغوط، يلعب على أرضه وبين جمهوره ويبحث عن 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 عن, عن فوز. إن فاز أهلا وإن خسر ما حد بيقول له ليش، لكن في النهاية استطاع أن يكسب، وعلامة استفهام كبرى أمام الرائد. كذلك الحال أيضا في أول مباراة للرائد في الدوري كما تعرفي بعد كأس العالم، خسر أيضا مستوى غير جيد، وهذه ربما تكون امتداد لمباراة الأسبوع الماضي في الدوري. نعم،
إذن رح نروح لفاصل.